مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم مساعد بث مباشر من برنامج خد بالك. الثقافة القانونية مهمة جدا، مهم تعرف إيه هي حقوقك وكمان تعرف إيه هي التزاماتك. يعني يمكن هنتكلم النهاردة عن الصياغة القانونية الصحيحة للعقود والأخطاء الشائعة الخاصة بهذه الصياغة. يعني يمكن العقود دي هي بتقابلنا يوميا وفي حياتنا اليومية، سواء كان عقد شراء شقة أرض أو أي حاجة أو شراء عربية أو عقد إيجار. مهم جدا نعرف الصياغة القانونية الصحيحة وإيه هي أهم البيانات التي يجب أن تدرج بالعقد، ويمكن في أخطاء شائعة أو في بعض العقبات بتقابل العقود هنتكلم فيها تفصيليا. مثلا لو كان العقد أو اللي بايع أكتر من مالك أو ملكية على الشيوع ومش متقسمة، وسواء قسمة رضائية أو قسمة قضائية، لو فيهم قاصر، لو العقد أصلا أو العقار اللي انت هتشتري فيه الشقة لسه يعني ما تبناش وبيبيع مثلا الدور الأول الدور الثاني. مشاكل كتير بتقابلنا في صياغة العقود هنتكلم عنها تفصيليا، لكن اسمحونا بداية نرحب بسيادة المستشار فادي عجيب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. برحب بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك فندم. يعني أستاذ فادي، يعني قبل ما نتكلم تفصيليا عن بعض الأخطاء وأخطاء كتيرة بنوع فيها وبعدين بنضطر أنه ندخل في منازعات قضائية، هنتكلم عنها تفصيليا، ولكن بداية إيه هو المقصود بالعقد؟ تمام. المقصود بالعقد المشرع تصدر لكلمة العقد أو باب كامل بيتكلم فيه عن العقود وفقا للقانون المدني رقم 131 لسنة 1948. في الكتاب الأول في الباب الأول تكلم بداية عن العقد، بداية من المادة 89 قال لك العقد هو تبادل إرادتين بالإيجاب والقبول. يعني حضرتك عندك إيجاب وأنا عندي قبول، فبتنصرف إرادتنا إن إحنا بنحرر عقد متضمن الأسباب والمحل، تمام، اللي إحنا تعاقدنا عليها أو اتفقنا عليها وأفرغناها في عقد. فهي دي فكرة العقد. العقد هو ارتباط إيجاب بقبول لأحد الطرفين، بينتج عنه عقد بيحمل كل طرف بالتزامات، تمام، أو اتفاقات اتفقوا عليها، والتزامات كل طرف يلتزم بها. طيب العقود دي أنواع فن؟ طبعا العقود أنواع. في العقود من حيث التكوين ومن حيث التنظيم ومن حيث الأثار المترتبة عليها. العقود من حيث التكوين بتبقى عقود رضائية، عقود شكلية، عقود عينية. يعني عقود رضائية بمجرد لما باجي اشتري حاجة من حد، ده حد ذاته عقد، بس عقد شفوي. تمام، لان الارادتين متجهين ليه، انا عايز الحاجه ديت وحضرتك عايز تبيعها لي، فبديك تمنها فبتدهاني، فده عقود شكلي. مش كل ما هاجي اشتري حاجه هبني بيها عقد. تمام. والعقد العيني اللي هو بيتضمن فيه جزء من التسليم، زي عقد بيع سياره، ده عقد عيني لازم يستلم فيه المنقول. تمام. والعقود من حيث التنظيم بتنظم العلاقات ما بين الافراد. ومن حيث الاثار، العقود من حيث الاثار بيحط التزام على حضرتك والتزام عليا. العقود في عقود مسمى وفي عقود غير مسمى. العقود المسمى اللي هي العقود الثابته اللي تصدر لها القانون، كعقد البيع، عقد الايجار، عقد الهبه. تمام. والعقود الغير مسمى هي العقود اللي احنا بنتفق فيها على بنود قانونيه بما لا يخالف القانون. يعني ما ينفعش اتفق مع تاجر مخدرات ان هو يورد لي شحنه مخدرات، دي بما تخالف لازم القانون، لازم تكون مشروعه. يعني لازم تكون عقود مشروعه بما لا يخالف القانون ولا النظام العام. طيب سيادة المستشار، يعني احنا بنتكلم عن العقود، يعني بنقول مثلا شقه. تمام. ارض، عربية. تمام. فلازم تكون في بيانات مهمة أساسية واجب تصاغ في العقد. لكن أنا دلوقتي قبل ما نتكلم عن البيانات دي ولا الصياغة إزاي أكتب العقد صح، أنا دلوقتي قدامي شقة. تمام. حضرتك تنصح بإيه أنا قبل ما أشتريها وأدفع فلوس وأكتب العقد؟ أطلب إيه من البايع؟ أقول له اديني صور أوراق معينة وأروح فين أطمن؟ تمام. هنا بنخش النقطة اسمها بحث الملكية. يعني حضرتك دلوقتي تمتلك شقة عين. تمام. في عقار ما عايز تبيعهولي، ففي إيجاب وقبول متبادلين. تمام. اتفقنا. لكن الفكرة كلها أنا لازم أبحث الملكية، فأجي أقول لحضرتك طب أنا محتاج صورة من عقد الشراء بتاع حضرتك لما اشتريت من المالك اللي قبلك. عقد البيع. ففي عقد البيع دوت بيتضمن في بنوده، احد بنوده سواء البند الرابع الخامس ايا بند ايا رقم كان. تمام. بيتضمن حاجه اسمها تسلسل الملكيه. حتى دايما البند ده يبتدي وقد آلت الملكيه للبائع عن طريق الشراء بموجب عقد كذا كذا كذا، وليكن على سبيل المثال مسجل بالمشهر رقم كذا. فبالتالي انا باخد تسلسل الملكيه بدايه من البائع اللي بيشتري لي، ببص على العقد اللي هو اشترى بيه، ببص على العقد اللي قبله، وصولا ان انا اوصل يعني اطلب منه العقود كلها
باخد منه حتى ارقام العقود كلها واقدر ابحث عنها. لو العقود مسجله اقدر اروح مصلحه الشهر العقاري واستخرج العقود دي واشوف هل المشهرات ديت ساريه ونافذه ولا تم محوها وشطبها ولا عليها نزاعات قضائيه في المحاكم. فبالتالي تسلسل الملكيه لازم ان انا ابحث اللي بيبيع دوت اشترى ازاي، وهل لما اشترى كان واخد على العقد اللي هو اشترى بيه اي اجراء قانوني من صحه توقيع او صحه ونفاذ، وهل العقار او الارض المبني عليها العقار مسجله من عدمه. وكل ده اقدر ابحث الملكيه. وبفضل دايما انت لو هتشتري عين او وحده معينه لازم يكون تسلسل ملكيه سليم، لان بعض الاشخاص ممكن ان هم يبيعوا ملك الغير. فالفكره كلها ان انا لازم ابحث تسلسل الملكيه. تسلسل الملكيه. طيب ناخد الاستاذ سلوى ونكمل موضوعنا. الاستاذ سلوى مساء الخير. الو اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. من فضلك انا عندي بنات ما عنديش ولاد. ايوه. فعندي مثلا شقتين او ثلاثه حاجه زي كده او اي عقارات، فانا عملت في الشهر العقاري لتوكيل بالتصرف والبيع وكل حاجه للبنات. ماشي. وبعد كده مكتوب في التوكيل اللي انا معايا اللي مكتوب مع ختم النسر يعني ان هذا التوكيل يسري بعد الوفاه. يعني حضرتك عملتي لهم عقد بيع يا فندم؟ بيع وتصرف وكل حاجة بيع وشراء وكل يعني. حاجة. نعم؟ بيع وشراء. تمام. فأنا بس إيه خايفة إن بعد هم هناك في الشارع العقاري قالوا لي إن ما قالوا لي دلوقتي التوكيل حاليا يسري بعد الوفاة، لكن ما تضمنش القانون، ممكن بكرة يطلع قانون جديد يقول إن ما يسريش بعد الوفاة. وأنا المشكلة إن أنا مش عايزة، أنا مش عايزاهم يتصرفوا دلوقتي، أنا عايزة بعد الوفاة. طيب سنهم كام يا أستاذ سالو؟ سنهم معدي ال 21. كبار يعني؟ يعني في اهليه تعاقد يعني. طيب في اي استفسار يا فندم؟ لا خالص. طيب شكرا استاذ سالو. هي الفكره كلها ان هي عامله توكيل بالبيع للنفس وللغير مخصص، بمعنى هي اكيد راحت الشهر العقاري وتمتلك واحده على سبيل المثال في محافظه الجيزه بتفاصيلها وبياناتها، لان كلمه ان يكتب ان التوكيل ساري بعد الوفاه فاذا لازم يكون مخصص، ما ينفعش يكون عام. فبالتالي فعلا التوكيل ساري بعد الوفاه بعد طبعا عمر طويل ليها، ولكن طبعا يفضل ان هي تحرر عقد. تمام. عقد حتى يعني لو كان عقد سوري. ما هي قالت يا فندم انه في عقد، يعني عامله عقد بيع وشراء. طالما عامله عقد بيع وشراء وعامله توكيل بالبيع للنفس والغير بعد الوفاه وساري بعد الوفاه، لان ده توكيل بالبيع للنفس والغير مخصص، فبناتها بعد عمر طويل ليها يقدروا يروحوا للشهر العقاري يسجلوا الوحده ديت وان هم يبيعوا لنفسهم، لان معمول لهم توكيل بالبيع للنفس والغير والتوكيل ساري بعد الوفاه. تمام. الاستاذ بدر مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. ومن مساء على الست المستشار. اهلا بحضرتك، اتفضل. والله في سؤال بالنسبه للاماكن المؤجله للشخصيات الاعتباريه اللي هي صدر بشان القانون 10/2022. ايوه فندم. الاماكن دي كانت خاضعه قبل كده في ضمن القوانين الاستثنائيه للزياده المقرره بالقانون 14/2001. اللي هي كانت 2% 1%. أيوة. بعد ما طبق القانون 10 وزود القيمه الاجاريه 5 أمثال، ما مدى تطبيق الزياده القديمه؟ لان ما فيش حاجه نصت على الغاء القانون 14. اللي كان بموجب الزياده ال 2%. طيب استاذ بدر، ما هو يعني صدر يعني القانون اللي صدر استاذ بدر، القانون اللي صدر واللي هو عدى عليه دلوقتي طبق في شهر مارس الشهر ده. ده زود 5 أمثال. تمام. يبقى اذا بيزود 15% سنويا من يعني انت عاوز تزود وفقا للقانون الجديد وعايز تسري اللي هو الزيادات القديمه؟ لان سيادتك ما فيش نص في قانون لغى القانون 14/2001 في القانون 10. تمام. الزياده بتاعت القانون 14 بتطبق في 1/4. ايوه فهمت. الزياده بتاعت القانون 10 بتطبق في 6/7 مارس. تمام. فما فيش نص قانوني الغى الزياده بتاعت القانون 14. تمام. يعني انت حضرتك بتسال هل من حقك كمالك انك تطلب زيادتين ولا لا؟ الزياده وفقا لتاريخ العقد 14. طيب استاذ بدر، وفقا لتاريخ العقد، لو العقد بتاع حضرتك عقد قديم فبتطبق عليه الزيادات القديمه، لو العقد الجديد بتطبق عليه الزيادات الجديده. لا سيادتك، ده عقود استثنائيه من القديمه في سيادتك، يعني معنى كده ان هياخد على القانونين العقد القديم اللي هو قبل 96 يا استاذ بدر. بالظبط كده. تمام. بيسري عليه التعديلات الجديده، التعديلات الجديده شامله القديم والجديد. يعني تستفيد من الاثنين يا استاذ بدر. لا سيادتك، ما فيش حاجه لغت القانون 14. ما هي ما اتلغتش. ما فيش في القانون 10 ما يلغي القانون 14. طب ما هو بدليل ان هو لسه ساري على الاماكن اللي هي مش شخصيات اعتباريه.
طيب ما هو سيادة المستشار ما أكد عليك الكلام ده ما تلغاش زي ما حضرتك بتقول. نعم ما تلغاش زي ما حضرتك بتقول. يبقى كده معناها ان اخد الزيادتين بس، يطبق الزياده بتاعت 1/4 ويطبق الزياده اللي هي بتاعت 7 مارس، 7 مارس الاول وبعدين يطبق زياده 1/4 اللي هي بالقانون ال 2% دي. طب هو الشخص الاعتباري اللي انت مأجر له يا استاذ بدر اعترض ولا موافق؟ لا هو مش معترض، اصل الحته دي بتبقى فيها ضغط، فهو طبعا بيحاول يستفيد بقدر الامكان. هو بيحط لي الايجار في المحكمه وبيحط بدون الزياده دي. تمام تمام شكرا. يفضل ان استاذ بدر يلجا للمحامي الخاص بيه ويبعت له الشخص الاعتباري اللي هو مأجر له انذار بالزياده وفقا للنص القانوني اللي بيقول كده، وينذره ان هو لو ما زودش ده هيلجا للمحكمه عن طريق دعوه قضائيه بزياده القيمه الايجاريه. تمام شكرا استاذ بدر. الاستاذ جورج مساء الخير. باين ماما بتتصل. استاذ جورج معانا؟ استاذ جورج معانا على الهواء؟ ايوه معاك حضرتك. اتفضل يا فندم سؤال حضرتك. بعد اذن حضرتك، احنا دلوقتي في والده زوجتي ساكنه في شقه ايجار قديم. ايوه. فكانت ده صاحب الشقه اللي هو والدها، والد زوجتي ده توفى من سنتين ونص، ودايما كانوا بيكتبوا في ايصال الايجار ورثه المرحوم كذا. لما زوجتي لما انا اتجوزتها لسه متجوزين قريب، صاحب العقار عايزها. الو مساء الخير. ايوه معاك يا فندم، احنا سامعين حضرتك. عايز يكتب في الايصال ان هي ارملت كذا. احنا كده كده مش عايزين حاجه من الشقه دي بعد عمر طويل لوالدتها، وعايزين يرجعها له، بس هي عايزه تفضل في المكان ده عشان خاطر ايه؟ ان هي روح جوزها الله يرحمه. هو عاوز يكتب ايه يا فندم؟ عاوز يكتب ايه؟ عايز يخلي الايصال يكتب فيه ارمله كذا. هل ده فيه مشكله؟ خلص ارمله المستاجر الاصلي يعني كذا. ايه ارمله المستاجر الاصلي؟ ايوه المتوفي. تمام. هل ايه اللي ينفع عشان خاطر تفضل والده زوجتي موجوده في الشقه ديت من غير اي مشكله؟ يكتب ورثه ولا ارمله؟ هي احنا عايزين الحاجه دي ليها هي بس. سؤال. الشقه دي تبقى ليها هي بعد يعني بعد عمر طويل نرجعها لصاحب الحاجه دي. تمام يا استاذ جورج. سواء ارمله. اي استفسار منه يا فندم؟ لا خالص. شكرا يا استاذ جورج، شكرا لحضرتك. اتفضل. سواء ارمله او ورثه، فهي الفكرة كلها ان ده سداد ايجار بموجب ايصال استلام. فهو كمؤجر بيستلم الاجرة من السيدة او من بنتها، كتب ورثة او كتب ارملة، فكده كده يمتد لها عقد الايجار. ما تفرقش. لا لا يمتد عقد الايجار سواء كتب ورثة المرحوم. لكن ما تفرقش بالنسبة لها طالما ان هي حق الامتداد القانوني. هي وريثة ولها حق الامتداد بصفتها زوجته كمان، فسواء كتب ارملة او ورثة فكده كده ليها حق الامتداد القانوني. تمام. الاستاذ عيد مساء الخير. استاذ عيد. ايوه استاذ حسن. اتفضل يا فندم مساء الخير. لا مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك اتفضل. سيادتك انا كنت مأجر مخبز. مأجر احنا اثنين عندنا مخبزين. مأجر مخزن؟ مخبز بلدي يعني. مخبز احنا اثنين عندنا مخبزين، واحد محسن والثاني يعني الاثنين محسنين، واحد مرخص واحد مش مرخص. ايوه. فالحكومه قالت احنا عايزين مخبز يدعم. طبعا ايه، انا لما كنت مشارك واحد عطيته عقد 20 سنه وهو عطانا عقد 20 سنه على المخبزين. انا عطيته عقد ما قدرت له 20 سنه وعقد يعني. استاذ عيد برضو علشان نفهم وعلشان الاستشاره توصل لحضرتك مظبوط، حضرتك مالك العقار؟ انا مالك العقار. مالك العماره يعني ومأجر مخبز. مخبز كامل بس ليه مش مرخص. هو مخبز مرخص حر ابيض سياحه. ايوه فندم. فطبعا احنا انا لما عطيته عقد وزير المخبز راح ارخصه مخبز بلدي. يعني غير في صياغه. لا ما احنا متفقين على كده، على اساس هو هيعين عندي يجيب رخصه بلدي وانا عين عنده. طيب تمام اتفضل كمل. لما هو عين عندي رخص، بس في كلمة كانت في العد يقول لي لو ما رخصتش يكون العد لاغي. ايوه فهم. لو ما رخصتش باسمي انا يكون العد لاغي. ايوه فهم. طبعا هو بعد ما عطاني العد ب 25 يوم راح متنازل ايه؟ كانت هي واحدة ست راحت متنازلة الجوزة. ايوه. بعد ما عطيت العد بالمخبز ب 20 سنة وانا عطيت عد ب 20 سنة، بعد العد ب 25 يوم
راحت متنازله لجوزها. ايوه مع حضرتك. هل كان في العقد بند يجوز التنازل؟ لا. تمام، اذا انت تقدر تفسخ العقد ده. ما انا جاي لسيادتك، هو العقد جرب ينتهي، ده دول 17 سنه انا ما خدتش تعريفه منه ريع، والمحكمه عطتنا رفض. ما خدش عليه ريع بقاله 17 سنه، صح يا استاذ عيد؟ انا القضيه مرفوعه دي لها 9 سنين. طب القضيه اللي انت رفعتها علشان ايه يا فندم؟ القضيه رفعها عشان ريع، انا ما خدتش ريع من المخبز، مكتوب عقد شركه بالطرفين. عقد شراكه. عقد شراكه وعقد ايجار، ما انا اعطيت له عقد ايجار ب 20 سنه وعقد شراكه للطرفين، هو اعطينا عقد. طيب انت رافع دعوه ريع يا استاذ عيد صح؟ انا رافع دعوه ريع. طب حصل فيها ايه يا فندم؟ خدت رفض ريع. اخدت مع بعد اذن ستك هكمل القصه معلش. انا لما هو رخص عندي كده بجميع تمام، رخص عندي هو ما ياخد الريع، ما ياخد الفيزا ويدخل فلوس، انا ما رخصتش عنده. قعدت ارخص لان انا عشان ارخص لازم الدوله اللي ترخص لي. راح القانون قال ايه؟ كان اللي هو الطباجي الباريزه. الطباجي الباريزه بتاع زمان اللي هو كان مدعم مع الفيل. استاذ عيد. ايوه فندم. هو حضرتك عامل عقد ايجار وهو عامل لك عقد ايجار. 20 سنه و20 سنه. تمام وعد. تمام اكمل لحضرتك. وعاملين عقد شراكه مع بعض. بالاثنين. تمام. طيب. وفي في اي عقود تاني؟ لا مفيش عقود تاني. طيب بالنسبه لعقد الايجار اكيد كان محطوط فيه بند زي ما حضرتك قلت كلمه يلغى لو ما اصدرتش الترخيص. لو ما رخصتش باسمي. تمام كده حضرتك تقدر تفسخ العقد عشان الرخصه باسم حضرتك ولا باسمه؟ لا الرخصه باسمه هو. تمام هو كده يقدر يفسخ العقد بتاع حضرتك لان حضرتك ما استخرجتش التراخيص اللازمه. ما انا ما رخصتش، ما هو انا ما امتلكش الترخيص لان الترخيص ده كانت الدوله راحت شالت الدعم الدوله. تمام. مكتوب ترخيص 72% الدوله راحت ايه؟ راحت شالت الدعم اللي هو علي عامر فيني ساعه ما كان بروج او مدعم الفين اللي مدعم. طيب استاذ عيد طب يعني علشان برضو نستفيد بالوقت سؤال حضرتك تحديدا، انت بتسال هل ممكن تفسخ العقد ولا لا، ولا سؤالك ايه يا فندم تحديدا؟ انا عايز اعرف المحكمه عطتني رفض ليه وانا ما خدتش 18 سنه تعريفه والمخبز معاهم. يعني انت عاوز تعرف خدت رفض ليه خاص بالريع بتاع المده اللي هي 17 سنه؟ والمخبره كله معطيني الحقيه. حاضر يا فندم. وفي حاجه ثانيه سيادتك، هو انا لما ما رخصتش بمزاجي، هو اتنزلت على عقد الجوسه بعد 25 يوم بتاعنا، راح رخص بيه جوسه المخبز. حاضر. كان الوزير قال ايه؟ الوزير اللي قال المخابز المحاسب الطباقه تتضمن منظومه الخبز المدعم. طبعا لما ضم المنظومه راح ذكي عمل استبدال رخصه وخد المخبز اللي هو عمل استبدال رخصه، هي اتنزلت له لجوسه وعمل استبدال رخصه وما رضيش يخليني انا ارخص، انا ذنبي ايه؟ حاضر يا استاذ عيد، شكرا لحضرتك يا فندم. هو دلوقتي يعني مشكلته انه بقاله 17 سنه ما حصلش على الريع، فرفع دعوه وخدت رفض. تمام. سبب الرفض ايه هو بيسال؟ هو بس هي في نقطتين، لو هو بقاله 17 سنه ما خدش ريع وجاي بيرفع الدعوه فملوش حق ان هو يطالب بالمده اللي فاتت، يطالب بدايه من المده اللي وصل لها. لان عدى اكتر من 15 سنه فاذا بتسقط الدعوه. بتسقط المطالبه عشان كده اخذت رفض يعني. اخذت رفض. فممكن تكون اخذت رفض لان لما الدعوه اترفعت بتطالب بمده 17 سنه فاتت. فمرور 17 سنه ده قرينه الاسقاط، سقوط الحق. سقوط الحق. تمام. هو يقدر يطالب من دلوقتي، بالاضافه ان هو بغض النظر عن عقود الايجار يقدر يستخدم عقد المشاركه، لان وفقا لعقد المشاركه يقدر يرفع دعوه حساب ويحاسب شريكه في الارباح وفي الخسائر. تمام. الاستاذ ملاك، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ. اهلا بيك، اتفضل. كان اتكلم سياده المستشار. معاك يا فندم، اتفضل. حضرتك يا فندم. انا عندي قطعه ارض زراعيه مبني عليها بيت في الطوب اللبني، كان عليها مزارعين ودلوقتي طلعهم في الارض قاعدين في البيت، عاوز اطلعهم من البيت ده. ايه المطلوبه عنه؟ الارض مسجله في الجمعيه الزراعيه؟ اه. تمام، ما حضرتك الحجة أو ما يثبت ذلك؟ أيوه. تمام، طيب هما دلوقتي كانوا عاملين عند حضرتك ولا كنت مأجر لهم؟ كانوا مزارعين أيام القانون القديم. أيوه، يعني هما قاعدين بقالهم مدة من الزمن ولا لسه قاعدين؟ هما طلعوا من الأرض الزراعية بس قاعدين في البيت. تمام، البيت ده مع حضرتك أوراق الملكية؟ معايا أوراق الأرض.
ضمن البيت. يعني البيت مقام على الأرض؟ يعني البيت على الأرض الزراعية نفسه. يعني في مخالفة يا فندم هنا؟ ما بيت قديم قوي بالطوب اللبني. آه طيب هم دلوقتي بيدوا لك إيجار، يعني في أنت عامل لهم عقد إيجار للبيت بعيد عن عقد الإيجار بتاع الزراعة ولا لا؟ لا ولا حاجة. ما يعني بيقعدوا بيدوا لك الإيجار إزاي يا أستاذ الملاك؟ ما فيش إيجار، يوم الوالد كده كان سايبينهم على كده مودة يعني مع بعضهم كانوا. تمام. يعني أنت عاوز تعرف إيه الإجراء القانوني اللي ترد بيها البيت بتاع حضرتك؟ آه ما قدموا في الأول دلوق عاوزين يقدموا عاوز يبنوه في حياة كريمة. إحنا تعرضنا لهم يعني. تمام، شكرا لحضرتك يا أستاذ ملاك. طيب سيادة المستشار إذا لنا نخرج الفاصل، بعد الفاصل نكمل موضوعنا. أعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضرتك.